أهلا بكم في مرايا، أعجبني وأحببت التذكير به، ففي الذكرى للمؤمنين نفع وللجاحدين ردع. أعجبني البيان السعودي المصري الأخير حول أمن البحر الأحمر والتأكيد على تلاحم المسار السعودي والمصري في صون أمن الإقليم. هذا كلام ما هو من باب الشعر ولا المقطعات البلاغية ولا الخطب الخشبية المنبرية، لا، هذا شيء يمس حياة الناس، دمهم وأكل عيشهم. الكلام اللي نقوله الإشارة إلى أن تفاهم الرياض والقاهرة أو القاهرة والرياض، لما في فرق، هو صمام الأمن والأمان لهذه المنطقة. يا أخي انظر حولك فماذا ترى؟ تفتت عربي تذروه الرياح من العراق لسوريا للبنان والسودان في النقاهة، وليبيا تنزف، والجزائر تتماسك على نفسها، والمغرب العظيم العظيم ما في كلام، لكنه منشغل هو الآخر بهمومه والصحراء وما الصحراء. أما في قلب الشرق الأوسط، القلب النابض لهذا الشرق الأوسط، لا يوجد صراحة. لما تشوف في دول مستقرة ورائعة يعني معروفة، بس أتكلم عن مراكز القوة الرئيسية عددا وعدة وشعبا وتاريخا ومقومات حضارية واقتصادية ودينية، ما في إلا الأساسيين، العمودين الأساسيين، خزائن العرب، مآرز الاطمئنان أمام غزاة الترك والفرس وتلاعب الأفرنج والحمر والصفر والبيض والسمر، أعمدة القوة العربية الصلبية موجودة في عرين نجد والجزيرة العربية وكنانة مصر، منزل الوحي في الحجاز، مكة مثوى خير البرية في طيبة الطيبة، وقاهرة العلم ومركز الحضارة، وإسكندرية التاريخ والعراقة وعروس البحر الأبيض المتوسط. هو تعاون مصري سعودي يشكل الخيمة التي يأوي الهاربون إليها من صقيع البرد ولهيب القيظ وعواد الأيام. السعودية ومصر هما الدولتان اللتان تملكان الشواطئ الأكبر على البحر الأحمر، فيصبح هذا البحر، طبعا في دول ثانية أكيد، لكن بمعنى من المعاني قد يصح وصف هذا البحر بأنه بحيرة سعودية مصرية. على كل حال، ما بين السعودية ومصر كبير كبير، ولا يعرفه إلا الكبار الكبار. إن هذه الزيارة إنما تأتي توثيقا لأواصر الإخوة والتكاتف القائمة بين بلدينا، وترسي أساسا وطيدا للشراكة الاستراتيجية بين جناحي الأمة العربية، مصر والسعودية. لذلك يعرف جلائل العلائق وشريف المصالح أصحاب العقول الكبيرة والهمم الشريفة، من قادة السعودية قديما وجديدا. العلاقة السعودية المصرية علاقة صلبة قوية في أعمق جذور العلاقات بين الدول، لا تتأثر بأي شكل من الأشكال. تاريخ مصر والسعودية دائما تقف مع بعضها في كل الظروف وفي كل الأوقات، ولن يتغير هذا الشيء. من يريد أن تنقض
الأعداء على هذه العلاقة فتفضها أو يسعى للفت في العضد السعودي المصري هو بين رجلين، إما عدو كاشح أو ببغاء، لا ربما اللي يشبه كلمة الببغاء من الكائنات اللي صوته يسمى، ما أبغى أقوله احتراما لكم على الهواء، اللي يسمى الشاحج، والشحج هو صوت هذا الكائن. ولمن يريد أن يعرف هذا الكائن يرجع إلى حكيم المعرة أبو العلاء المعري، له كتاب عنه. بالله عليكم، هل يريد بك خيرا أيها المصري أو أيها السعودي من يسعى للوقيعة بينك وبين مصر، ولصالح من؟ ذكر أحد رجال الملك عبد العزيز ومن ألف الكتب المهمة عن التاريخ السعودي وهو الشامي الأصل السعودي خير الدين الزركلي التالي: حين زيارة الملك المؤسس عبد العزيز مصر عام 1946، وهي زيارة التي احتفت به مصر شعبيا ورسميا، ختمها الملك عبد العزيز أثناء العودة بخطاب أرسله إلى شعبه السعودي، هذا نص. قال الملك عبد العزيز: شعبي العزيز، ليس البيان بمسعف في وصف ما لاقيت، ولكن اعتزازي أني كنت أشعر بأن جيش مصر العربي هو جيشكم، وجيشكم هو جيش مصر، وحضارة مصر هي حضارتكم، وحضارتكم هي حضارة مصر، والجيشان والحضارتان جند للعرب. إلى اللقاء.